وفي هنا الستات النهارده اربعه من النساء اللي خضنا معارك انتخابات النوادي الرياضيه والنوادي الاجتماعيه في الاسابيع الماضيه، وقدروا ان هم يحجزوا مكان في مجلس الاداره. وعلى فكره الموضوع مش سهل، لانه المنافسه ما بتبقاش منافسه مثلا في مقاعد للنساء مثلا زي البرلمان كده في مقاعد للنساء ومقاعد للرجال، لا الست بتتنافس ضد مثلا 60 70 يمكن 100 من المرشحين. والنوادي مش سهله، يعني نتكلم النهارده معانا مرشحات من الجزيره وسبورتنج واليوبلس والصيد، يعني النوادي اللي فيها تقل في البلد. وهنشوف كيف كانت المنافسه وكانت صعبه ولا كانت سهله، وايه اللي هيقدموه للنوادي في الفترات القادمه. اسمحوا لي ان ارحب بضيفاتي في هنا الستات النهارده. لميا صقر عضو مجلس اداره نادي الجزيره، شيرين محفوظ او دكتوره شيرين محفوظ عضو مجلس اداره نادي هليوبلس، دكتوره ايمان كريم عضو مجلس اداره نادي الصيد، ودكتوره رانيا الجزائرلي عضو مجلس اداره نادي سبورت. مبروك ليكم كلكم. اكيد المنافسه كانت صعبه. لميا المنافسه كانت صعبه؟ صعبه جدا. انت خدتي من اعلى الاصوات اعتقد، انت وسيف النصر مش كده؟ كانت يعني من الاول كانت صعبه قوي. حتى قبل ما اول ما نزلت الترشيح قالوا لي استقيل، يعني اسحبي ترشحك عشان ما عندكيش اي فرصه. قالوا لك ما عندكيش فرصه من الاول؟ من الاول. فبس هي الانتخابات السنه دي كانت الانديه بقول لهم انا كنت حاسه ان انا نازله الكونجرس الامريكاني من كتر ما كانت صعبه يعني. بس ايه اصعب حاجه؟ ايه اللي كان صعب فيها؟ الدعايه والندوات وفيديو وتصوير وفوتوشوت، ويعني الموضوع كان مش سهل يعني. اشمعنى السنه دي كده؟ هو كمان عشان كل الانديه جت كلها في فتره واحده. فكان في اوفر دوز كل الانديه في اسبوعين ورا بعض، فكان اوفر دوز اوف انتخابات يعني. بس انت كنت رئيس اتحاد الجمباز، فيعني عندك خبره. انا كنت بقول لهم الانتخابات الاتحادات اسهل بكتير. يعني الانديه صعبه ولازم الواحد يقنع عضو صوت وارقام كبيره قوي، فالموضوع مش سهل خالص. عندكم كام جمعيه عموميه؟ التوتال حاجه و50 الف عضو عامل، اللي جم 16 15 يعني تقريبا. انفاق عالي صرفت؟ لا يعني كنا نازلين في قائمه، فكانت دعايتنا كلها قائمه. انت كنت في قائمه حماده ولا قائمه عمرو؟ هي القائمه كلها نجحت ما عدا الرئيس هو عضو. دلوقتي فانت بتشتغلي دلوقتي مع الرئيس اللي انت ما كنتيش من قائمته. بس هي في الاخر هو تيم ورك، واحنا عندنا هدف واحد هو نادي الجزيره. يعني في الاخر ده بورد واحد وتيم واحد وعندنا مصلحه واحده. شيرين هليوبلس برضو هليوبلس كانت معركة صعبة. انت كنت نازلة في قايمة ولا كنت نازلة؟ كنت نازلة في قايمة. قايمة مين؟ هارون. كابتن هارون. ويعني انا نجحت من القايمة، انا وتحت السن. وبنشتغل دلوقتي، بس بنشتغل كلنا مع بعض برضو يعني. بتشتغلي مع رئيس جديد؟ لان بشتغل مع رئيس ونائب وامين صندوق واثنين اعضاء فوق السن. وانا الست الوحيده في مجلس الاداره. في المجلس. لميا انت معاكي ست كمان؟ معايا ست كمان. احنا الستتين نجحوا. الاثنين الستات نجحوا. اثنين من اربعه. احنا كنا ثلاثه. ثلاث ستات وانا بس الحمد لله. ايه صعوبه المنافسه السنه دي؟ أول مرة تبقي عضو مجلس إدارة؟ أول مرة. أول مرة. أنا شايفة كمان إن الصعب بقى في وعي الأعضاء، يعني الناس بقت بتعرف تسمع وتنقي وتختار. فالموضوع مش سهل إنك تقعدي مع عضو وتقنعيه، لا يعني الموضوع محتاج مجهود ومحتاج صبر وطولة بال، ويعني صعب. صعب يعني. بس بقى النتيجه بتبقى مفرحه يعني في الاخر. بس ليه اهتميتي انك تكوني عضو مجلس اداره؟ هقول لحضرتك، انا مبدئيا النادي ده بيتي التاني يعني. انا حياتي في النادي، انا من وانا صغيره ومامتي بتاخدني لففتني على الكومبو الرياضي كله اللي هو السباحه والجمباز فعشت كل ده. وبعدين لعبت فولي وكنت ماسكه قطاع البنات في الفولي بعد ما يعني بطلت لعب واتجوزت. يعني ده البيت، طب ما انا موجوده اللي اقدر اعمله بدل ما انا موجوده افيد النادي يعني. فده كان السبب الاساسي يعني. دكتوره ايمان انت بتدرسي في الجامعه؟ انا استاذه علم اللغه الالمانيه، خريجه المدرسه الالمانيه، وانا متطوعه في النادي من فتره طويله، الاول في الاحتياجات الخاصه لجنه الاحتياجات الخاصه،
وبعدين لجنه الطفوله. وطبعا ما كانش على بالي اصلا ان انا انزل انتخابات ولا مجلس اداره ولا الكلام ده، لان انا جوزي كان عضو مجلس اداره، ومنذ وفاته، هو توفى السنه اللي فاتت، الحقيقه ابتديت احس ان انا لازم اكمل الرساله دي، لان احنا على طول بين الاعضاء، وهدفنا كان مصلحه النادي، وبنحب النادي، وبنقعد في النادي اكتر من بنقعد في البيت بتاعنا. فبس السنه دي بجد كانت انتخابات بجد، نادي الصيد كانت قطيع، كانت فظيعه. يعني انا كنت نازله مع عمرو السعيد قبليها بثلاث ايام استبعد. ايوه، فانا نزلت بعد كده في قائمه ملهاش رئيس، فبالتالي الحقيقه كانت صدمه، لان انا كنت حابه جدا ان انا انزل جوه القايمه ونبقى تيم ورك، واشتغلنا كويس مع بعض، كلنا كنا بنعمل حاجه في النادي، القايمه الوحيده اللي كنا فعلا بنعمل حاجه في النادي. ولما عمرو استبعد انا كده كده كنت بين الناس، فالناس كلها عايزاني صرف النظر عن القايمه. والحقيقه انا يعني انجزت كتير قوي، لان انا كنت نازله بين 35 مرشح فوق السن، فخمسه ستات و30 راجل، وكان كل الناس بتقول لا طبعا الرجاله هي اللي تكسب، والسته اللي هيدخلوا هم رجاله. والحقيقه انا فاجئتهم وقالوا لي كلهم بعد الانتخابات انت مفاجاه الانتخابات، ازاي تطلعي الثالثه على كل الرجاله دي؟ الثالثه على كل الرجاله، على كل الرجاله والستات اللي كانوا الثانيه برضو على الاولى اللي موجودين. انت الاولى، الاولى في الاصوات، الاولى، وفرق كبير كمان. يا جماعه والله العظيم انا قلت برضو دايما الستات رافعين راسنا كده بصراحه. يعني يعني فكره انك يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه او من ذوي القدرات الخاصه عندك شغلك اوريدي، عندك حياتك اوريدي، كمان بتضيفي موضوع النادي، مش كتير عليكي شويه؟ يعني هل حسيتي ان ده تحدي، ولا الست فعلا تقدر لو عندها قدره وعندها مبدا تقدر تشتغل؟ بصي يا ميس، انا عضو مجلس امنا في مؤسسه الحسن، واعتقد انت تعرفيها كويس لانك عملتي يعني حاجات كتير قوي بالظبط. وبعدين الصديقه العزيزه غاده والي الحقيقه هي كرمتني في يوم المراه العالمي، وانا الحقيقه بجد بحب جدا التطوع، صرف النظر بقى في الجامعه مع طلابي، انا عندي اسره طلابيه وبعمل حاجات تطوعيه مع المدارس، وعندي يعني نشاط كويس في ومقر لجنه خدمه المجتمع، حاجات كتيره قوي يعني. ايوه، يعني كل الحاجات دي بتقدري تعمليها؟ الحمد لله، لان انا بحب ده. وبعدين الناس برضو عندها وعي كبير قوي دلوقتي، يعني انا شايفه الحقيقه ان مصر بقى فيها وعي كبير جدا موضوع الاختيار. الناس ما بتختارش لانها صاحبتي ولا حبيبتي ولا لا 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 لا، بتختار لانها فعلا حاسه مين اللي بيخدم ومين اللي بيعرف ينجز وكده. فطبعا انا متشكره جدا لجميع الاعضاء يعني على الثقه دي. يعني دكتوره رانيا، يعني من الاسكندريه الى القاهره، سبورتنج برضو كانت منافسه صعبه، احنا استضفنا الثلاثه من المرشحين، انت كنت نازله تبع مين كاي قايمه؟ لا احنا في سبورتنج ما كانش عندنا قوايم، احنا سبورتنج كان كله مستقل. اول مره ترشحي؟ اول مره اترشح في سبورتنج، بس انا كنت عضو مجلس اداره سابق في نادي اليخت في اسكندريه، وتنس طاوله من 2006 ل 2010. فقضيت دوره في نادي اليخت، وده يمكن اللي شجعني ان انا يعني المره دي ادخل سبورتنج عشان افيد بخبرتي نادينا. انت دنتس يعني دكتوره سنان بالظبط. يا جماعه عندكم وقت يعني الموضوع كله والله تنظيم، الموضوع كله تنظيم وقت الى حد كبير، الى جانب ان في ظروف خاصه. يعني انا ولادي كبروا بسم الله ما شاء الله، يعني ولادي في كليات اسكندريه على طول. كبروا لا كده شربوا اكلوا نزلوا كل حاجه، فهم كبار ما شاء الله في كليات. كبار في كليات، شفتوا شكلها صغير وحلو ازاي وولادها كبار والله العظيم برافو. عندي واحد في رابعه اسنان والتاني في تانيه هندسه، وجوزي بيسافر بيشتغل بره، فبيسافر روتيشن، فانا عندي وقت. انا عيادتي مقسماها يومين الصبح ويومين بعد الظهر، وعندي وقت كتير. وانا اوريدي بعد ما خلصت دورتي في نادي اليخت ابتديت اشتغل في العمل العام، ما وقفتش لحظه من 2010 الى الان، كنت شغاله في العمل العام والاعمال الخيريه الحمد لله. فعندي وقت وعندي طاقه وعندي افكار وعندي حماس ان انا ادي النادي سبورتنج ان شاء الله. ايه اكتر تحدي كنتوا بتواجهوه؟ يعني هل التحدي، يعني عايزه اعرف كده، يعني انت متزوجه، لميا انا عارفه متزوجه، زوجك توفى، يعني في النهايه احنا كلنا عند في رجاله في حياتنا somehow واولاد ومذاكره ومذاكره والكلام ده كله. اولا نبتدي بالراجل اللي في البيت،
مزعج مثلا قال لك لا، قال لك يوه بقى هي ناقصه، انت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، هي ناقصه بقى كمان تروحي لي مجلس الاداره. الصراحه انا جوزي وعايزه اشكره على الهواء، اكتر واحد كان بيدعمني هو كان الكامبين مانجر. غالبا دول الاربعه الوحيدين اللي هشكره بس ماشي. لا بجد يعني كان دعمه ومساندته جامد، فقال لي انا هو عارف ان العيله كلها والعيله هو انا عارفين ان انا بحب العمل العام يعني، وشايفه ان الدور ان الواحد لازم ليه دور في المجتمع ولازم يدي باللي يقدر عليه في الحته اللي هو بيحبها يعني. ففكره ان انت تنزلي مش هو يعني، يعني ان انت اللي تبقي عضو مجلس الاداره مش هو، انتوا الاثنين في النادي وانتوا الاثنين معروفين. لا ما انا كنت يعني انا كنت اشتغلت في الاتحاد كتير فتره اتحاد الجمباز كعضوه وكرئيسه اتحاد، فالصراحه كان اقتراحه قال لي لو انت عاوزه تخدمي في حته فالنادي بتاعنا اولى اولى بالشغل ده. فعلا فهو كان سعيد وبيساعد بيوزع لك كل حاجه، بيوزع لك فلايرز وكده، وده ده يعني قبل النتيجه اللي اسعدني اكتر في الانتخابات، واحب اشكرهم كلهم، كل الناس اللي هم كانوا ادوني دعم وادوني حب، وناس كنت لسه متعرفه عليها وناس ما اعرفهاش واولياء امور من الجمباز ولاعيبه. اصعب حاجه، اصعب تحدي واجهتي؟ اصعب تحدي يعني يوم كده قفلتي الباب وعيطتي؟ لا هو كان الضغط الـ الكم اللي كان لازم يتعمل في وقت قصير، ومقابلات الناس وكنت الصراحه زعلانه على الناس اللي كانت بتدعمني من وراها، كنت خايفه قوي ان هم يزعلوا او ما ياخدوش النتيجه يعني، كنت خايفه مش خايفه من ان انا اخسر على قد ما انا اخيب ظنهم يعني. فاحب اشكرهم كلهم على الهواء. كنت قاعده وعيطتي؟ لا ما يعني وحد فيكم كتير هي كانت كلها عياط. كنا مقضيينها يعني في النادي سنين، احنا قدام الناس ايه والقصب اول ما ندخل العربيه اول ما تخش بقى العربيه، هي فقره العربيه، فقره العربيه دي انا حتى ما اقدرش اعيط في العربيه، بس كلها سلام. هو الضغط شديد بالذات لما يبقى في انتقاد، عارفه برضو بيبقى المجاميع متقسمه، ناس مع القايمه دي ناس مع القايمه دي. الاشاعات بقى كانوا شغالين اشاعات بقى الله ينور في النوادي، كانت ايه يعني ده فلان ده كذا وفلان ده كانوا بيطلعوا عليكم اشاعات؟ شويه يعني بيبقى في حاجات رايحه جايه، بس ما كانش هو ده الحاجه الاساسيه المتعبه. الحاجه الاساسيه المتعبه ان يعني تحاولي تقنعي الناس فعلا بفكرك، لان منافسه شديده والناس عايزه تسمع، ناس بتحضر الندوات بجد، الناس بتسال في الندوات، يعني الناس مش داخله فعلا لا الناس عندها وعي وثقافه، وبعدين الناس المره دي سمعت وفهمت ومستنيه. يعني انا مثلا غيرت في نوادي كتير فعلا بس. انا لما طلعت النتيجه برضو يعني كانت لحظه اللي هو 7200 واحد، ده رقم مرعب يعني. خلص بقى الجزء الحلو واتبسطنا وانتخابات، 7200 واحد قالوا لك ان احنا حطينا ثقتنا فيكي، فانت لازم تكوني اهل لهذه الثقه. فعلا فكره الست بس هي اللي بتحس بالمسؤوليه دي. الرجاله لما بيكسبوا خلاص الحمد لله كسبنا عادي، لكن الست تحس بتقل الرقم، مش كده ايمان؟ لا انا اولموست 6000، وده كان رقم يعني انا كان بيقف طابور السيدات، المفروض ان هو دي صندوق بتاع السيدات 4000 ست، وكلهم واقفين اعمار كبيره وستات كبار مين اللي رشحك اكتر، ستات ولا رجاله؟ انا المفاجاه ان في رجاله كتير جدا يعني ادتني صوتهم، واعتقد كمان انا احلى حاجه في الدنيا عشان انا اشتغلت مع الاطفال، فانا الاطفال كانوا عايزين ينتخبوني، كانوا بعتوا لي على الماسنجر يقولوا لي يا طنط احنا عايزين ننتخبك، اقول لهم طب اوكي انتوا اقنعوا الناس التانيه اللي بتنتخب انهم ينتخبوني، فده بقوا عارفين، وعملوا لي فعلا بلاكات كبير جدا ومكتبوا عليه فوت فور طنط ايمان، فيعني ده اجمل حاجه في الدنيا، ومع امهاتهم وابهاتهم وجداتهم وجدتهم، يعني النادي كله اكيد لما الواحد بيعمل للطفل، وده حاجه مهمه جدا، وده انا كنت عايزه اشير لدور النوادي في تربيه الطفل وتنميه مهاراته. يعني انا الحقيقه عندي افكار كتيره قوي، عملت نصها، هعمل بقيه الافكار بتاعتي ان شاء الله من جوه المطبخ بقى، هتخذ القرارات من جوه ان شاء الله. رانيا مين اللي رشحك اكتر، رجاله ولا ستات؟ الله اعلم. كنت حاسه مين مستعد يسمعك اكتر؟ بصي انا هقول لك حاجه، يعني انا قبل اي حاجه لازم طبعا
اقول ان احنا عندنا في المجلس انا ناجحه معايا ثلاثه اعضاء فوق السن او ستتين تانيين فوق السن وواحده تحت السن، فطبعا بقدم لهم كل التحيه، زمايلي زميلاتي الجمال وكل اعضاء المجلس. هي الحكايه كلها ان زي ما ايمان قالت ان الناس فعلا بتدور على الحد اللي هم يحسوا ان هو ممكن يشتغل، ممكن ليه هيستوري مثلا في العمل العام، عارفين ان هو عنده نشاط، ان هو ممكن يعمل حاجه ان هو قريب منهم. فما اقدرش بقى احكم رجاله او ستات. جوزك دعمك؟ جدا جدا جدا. جوزك دعمك؟ جوزي الصراحه هو ليه دور فعال جدا، مع انه في الاول ما كانش موافق. قال لي انا يعني قرارك بس ما تجيش تشتكي. يعني قال لك كده ما تجيش تشتكي برضه؟ هو كان مجرب قبل كده في اليأس. عارف ان انا قدها وقدود، بس هو يعني الى حد كبير كان سبورتيف جدا ليا واولادي. انا بسم الله ما شاء الله الناس كلها يعني كانوا بيهنوني عليهم، الحمد لله على جوزي واولادي الحمد لله في ايام الانتخابات حقيقي. طب نخرج فاصل جداً. وبعد الفاصل هنواصل المناقشه دي والحوار اللطيف جدا، لكنه حوار جد. بعد الفاصل هنعرف بقى هم يعملوا ايه للنوادي بتاعتهم وعندهم خطط كتيره. الست عندها دؤوبه، يعني عندها خطه فبتمسكها كده تحطها على ورقه تقول انا عملت واحد عملت اثنين عملت ثلاثه، لان هو ده حياتها في البيت. يعني ست مديرة ممتازة جدا لانها بتعرف عملت ايه وما عملتش ايه. يعني مش عايزة اقول الراجل مش كده، بس يعني عموما انا شايفة ان الست دايما افضل. فاصل ونسألهم بقى امتى هيبقوا رؤساء للاندية بعد الفاصل.